بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نبدأ مع موضوع جديد، وهو موضوع عمل تطبيق الموبايل. يمكن احنا هاي أول مرة بندرس فيها الموبايل في الويب 2. الحقيقة إنه موضوع الموبايل موضوع مهم جدا، ولازم يكون عندك فكرة عنه، لأن معظم التطبيقات حاليا صارت تتوجه للموبايل. وحتى بنلاحظ في مشاريع التخرج كثير طلاب بيعملوا مشاريعهم بالموبايل. لذلك التقينا إنه نخصص جزء من هاي المادة، نعطي فيها لغة برمجة موبايل ولو إشي بسيط، بس ممكن إنك تبني حالك عليه وتقدر تعمل مشروعك التخرج أو في المستقبل أي تطبيق باستخدام اللي حنعلمك إياه هون. فلذلك هذا الشابتر حيكون وتقريبا آخر شابتر في الويب، لكنه حيكون طويل شوي. مهم إنك تتعرف على كيف تعمل تطبيقات الموبايل. اللغة اللي حنستخدمها اسمها ماوي، MAUI. الماوي هي من منتجات المايكروسوفت، لغة من منتجات المايكروسوفت، هي لغة حديثة انطلقت بالجديد 2023. حيكون لها حسب المختصين مستقبل في عالم التطبيقات كبير. كانت أول إشي في لغة قبليها اسمها الزامرين، لكن غيروها المايكروسوفت وبنوا عليها لغة جديدة اسمها الماوي. الماوي هلا بحكي لكم شو ايش ميزاتها. ماوي هاي لغة الدوت نت، ماوي اسمها. إذن هي لغة برمجة حديثة، تعتبر من منتجات مايكروسوفت القوية ولها مستقبل واعد. الماوي زي ما حكيت هي انطلقت في 2023، انبنت على لغة أخرى كان اسمها زامرين. هي عبارة عن كروس بلاتفورم أبليكيشن. يعني كروس بلاتفورم أبليكيشن يعني إنها تعمل أنت تطبيق بيشتغل على أكثر من بلاتفورم، بيشتغل على أكثر من بلاتفورم، وهذا إشي مهم. بيشتغل على الأندرويد، وبيشتغل على الآي أو إس، وبيشتغل على الويندوز فون، وبيشتغل على أكثر من نظام تشغيل. وهذا إشي مهم، لأنه إحنا بالسابق إذا بدنا نعمل تطبيق موبايل نحتاج لمطورين حتى يعمل التطبيق الواحد، مطور بالاي او اس، مطور مختص بالاندرويد، وهذا تكلفه حيكون على الشركه وبتاخذ وقت. لذلك هاي الدوت نت ماوي تعمل انت التطبيق بس بلغه واحده، وهو بحول لك اياه لاي او اس او بحوله لاندرويد، فبالتالي انت بتوفر على حالك جهد ووقت في انك تعمل تطبيقات مختلفه لانظمه مختلفه باستخدام لغه واحده اللي هي الدوت نت، باستخدام طبعا لغه السي شارب. هلا شو في اذر عشان تكون متعرفين بالسوق؟ شو في عندنا اذر كروس بلاتفورمز مشهورات؟ في عندنا لغتين قويات في السوق، الفلاتر واللي طورتها شركه جوجل، وهي مشهوره كل يعني اكيد سمع فيها، وعندنا الرياكت نيتيف طورتها الفيسبوك، برضه لغه قويه. فعندنا اذا عندنا لغتين قويات، فلاتر والرياكت، وعندنا لغه ان شاء الله تكون يعني قوية كمان اللي هي الماوي. الحلو في الموضوع انه الثلاثة بتشابهوا في طريقة البرمجة، يعني اذا انت عرفت تبرمج بواحدة من هذول اللغات سهل عليك انك تنتقل وتتعلم اللغة الثانية. نفس المبادئ، نفس الكومبوننت، اللهم كل واحدة لها طريقة برمجة مختلفة بشكل بسيط يعني، لكن كلهم بتشابهوا في طريقة البرمجة. الميزة بالماوي انه بعطيك نيتف يو اي، يعني بعطيك
بسموه نيتف يو اي، يعني للاي او اس اللي هو شكل انترفيس مختلف عن الاندرويد. فباستخدام المواويل بعطيك شكل النيتف تبع الاي او اس وشكل النيتف تبع الاندرويد، فبالتالي انت ما حتلاحظ في انك انت اشتغلت على لغه مختلفه، حتفكر حالك انك او المستخدم حفكر انه اشتغل هذا البرنامج يشتغل ببرمجه النيتف، النيتف اللي هي الاندرويد والاي او اس، هذول اللغات النيتف. فلذلك هو بوفر لك اليو اي النيتف، فانت بتفكر كمستخدم انه هذا الكود نيتف، هذا شيء كويس، يعني بيعطيك اليو اي تبعه قوي. طبعا اضافه لليو اي قوي، البرفورمانس تبعه قوي، سريع، السكيورتي تبعته قويه، له ميزات يعني ممتازه. هلا ايش من المميزات الاخرى تبعت الماوي؟ انه بقدر انه يتعامل مع كل الاي بي ايز تبعت النيتف ديفايس، الاي بي اي اللي تبعت النيتف ديفايس، اللي مقصود فيها الاي بي ايز هنا اللي هم الهاردوير اي بي ايز، زي مثلا السنسورز، زي مثلا الاكسلوريتر، الكمبس، البوصله، الجيو سكروب، هذا بفرجيك التسارع، قابلت بشكل ذا ديفايس نتورك، تقدر تعرف النتورك اللي موجود على الديفايس، هل هو واي فاي، هل هو غير جي بي اس الى اخره، بخليك انك تقدر مثلا تعمل كوبي بيست لتكست وتنقلها بين الابلكيشنز، خليك تتعامل مع الملفات الفايلات وانواعها، خليك انك تتخزن الداتا عندك على الجهاز باستخدام الكي فاليو بيرز، بسمح لك كمان تحول تكست لسبيتش، بسمح لك البيومتريك البصمه والاخره، بسمح التعامل مع الجوجل ماب، فيعني عنده فيتشرز قويه تقريبا. فبتقدر تتحكم بالهاردوير وبرضه الثيرد بارتي زي ذكرت قبل شوي. فاذا هاي ميزات اخرى له، وطبعا في ميزات اخرى انا ما حكيتهاش، لكن كثير في ميزات، لكن هذول يعني من بعضها. هلا انت كيف بدك تنزل الماوي عندك؟ بدك ترجع للفيجوال ستوديو انستولر، تفتحه اللي من خلاله تقدر تحمل برامج، وتيجي تحت على ديسكتوب الموبايل في واحده اسمها دوت نت مالتي بلاتفورم اي بي اي يو اي ابلكيشن كذا 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 دوت نت ماوي، هاي بتعملها تيك وتنزل عندك البرنامج على الفيجوال ستوديو. ممكن تحضر يوتيوب بعلمك كيف انك تنزل هذا البرنامج عندك، لكن هي ستريت فورورد، يعني ما بدهاش زي ما بتنزل داتابيز، زي ما بتنزل اي شيء ثاني، سهل انك تنزل دوت نت. طبعا عن طريق الانستولر بتروح على حسب انت وين موجود، لازم تعمل موديفاي، اظن بتدخل على موديفاي، مع الموديفاي بتظهر لك هاي الشاشه، تختار منها الماوي، وزي ما حكيت ممكن تطلع على تتاكد. طيب كيف نعمل زي ما بنعمل الحين بروجكت؟ اي بروجكت نقدر نكريت نيو بروجكت، نختار منه انه يكون دوت نت ماوي اب، هياته تختار هذا الماب، مش البليزر، الماوي، ماوي اب، عفوا ماوي اب، وبتختاره عادي، بيفتح لك برنامج عادي، بيطلع لك هذا ال شو اسمه سوليوشن بروجكت لإله، في له ديبندنسيز، برودكت بلاتفورم، ريسورسز، اب اكس ام ال، اب شيل اكس ام ال، مين بيج اكس ام ال، ومين بيج اكس ام ال سي اس، وماوي بروجرام سي اس، هذول الملفات الاساسيه بتطلع لك مع التطبيق او مع البروجكت الجديد. طيب بدايه عشان الرن، عشان تعمل رن بوفر لك اكثر من بيئه تعمل من خلالها رن، يقدر تعمل رن على نفس الدوت نت فيجوال ستوديو نفسه، يعني بيعمل لك رن، يعطيك بيئه، او
بيعمل لك ايميوليتر زي بتعرف زي شكل ديفايس تختاره انت، وبيظهر لك الرن من خلال هذا الديفايس الايميوليتر، او ممكن تستخدم جهازك العادي توصل يو اس بي على الكمبيوتر وتقدر تعمل رن على هذا الجهاز تبعك اللي هو الفيزيكال يعني الحقيقي. طريقة انك تعمل من الويندوز ماشين، حيطلب منك اول مره انك تروح على السيتنجز تبعت الديفلوبر وتفعل المود هذا تخليه اون، اوكي ديفلوبر مود تخليه اون. اول مره حيطلب منك هاي العمليه بتعملها. مجرد ما عملت هيك وعم تقول له يس كل شيء اون يس، تقدر تعمل رن للبرامج تبعتك. الطريقه الثانيه انك تستخدم الايميوليتر، وهذا اللي حاشتغل انا طول الفتره لانه الايميوليتر هو اقرب شيء للجهاز. فكيف بدك تعمل الايميوليتر؟ تنزل الايميوليتر عندك على الجهاز، تيجي هنا على شيء بسموه ديفايس مانجر، هياته حط لك سهم عليه، تضغط عليه الديفايس مانجر، تقول له كرييت نيو، بعدين تختار نوع الجهاز اللي بدك اياه، بيكسل، في اجهزه فرجيك اياها بعد شوي، تختار نوع من واحد الانواع وبتقول له ستارت، هيك بكون شغل لك الايميوليتر. فبرضه طريقه سهله طبعا، يعني ممكن انزل جهازين ثلاثه حسب شو بدي، بس كل جهاز حياخذ ذاكره كبيره، لذلك يعني انا ما يعني بحب انزل بس جهاز واحد، استخدم جهاز واحد، عاده بنستخدم البيكسل 5 يعني كجهاز. هذا عندنا اللي هو اندرويد ايميوليتر، اسمه يكون اندرويد ايميوليتر، فممكن تحطه لاكثر من جهاز، تعمل كريت لاكثر من واحد اذا بدك. طيب اذا العمليه برضو انك تنصب الايميوليتر سهل مش صعب. طيب خليني اكمل بعدين برجع بعمل تطبيق. هلا بتفهم الشغله، بتفهم الترابط ما بين العناصر بعضها البعض وما بين المحتوى تبعها. اليو اي ستراكشر بالموبايل بيختلف عن الويب. الصفحات في اليو اي بنسميها بيجز، بيجز، وفي انواع من البيجز، في كونتنت بيجز اللي هو الصفحه الاساسيه للبناء، في انواع زي الماستر ديتيل بيج، زي تعمل زي المنيو بتضغط عليها بيظهر لك شيء هون، وفي في نافيجيشن بيج يعني بتتحرك من بيج لبيج الى اخره. احنا حقيقه في كارسول بيج برضو حنشوفها بالامثله، احنا حنشتغل اكثر شيء على الكونتنت بيج العاديه هاي الفاضيه، حنشتغل عليها بشكل اساسي، احنا يعني ما حنتعمق في الموضوع، حنشتغل على الاساسيات. هلا البيج هاي داخلها حيكون عناصر عرض المحتوى اللي بسموها لاي اوت. اللاي اوت في عندك اكثر من طريقه عرض للمحتوى، في عندك الاساسيه بسموها ستاك لاي اوت اللي بتظهر العناصر بطريقه مرتبه عمودية، فكل عنصر بيكون فوق، بعدين العنصر بعده بيكون تحته، العنصر بعده تحته، العنصر بعده تحت، برتبهم هم تحت بعض زي هيك العناصر، فهي بنسميها ستيك لاي اوت. ابسولوت لاي اوت اني لا بحط له الاحداثيات تبعت كل عنصر، بعطيها كاحداثيات لكل عنصر اكس واي، هاي ابسولوت. ريليتيف لاي اوت بيكون العناصر مترابطه مع بعض البعض مترابط، يعني هاي حطيها هاي، هذا العنصر تحت هذا العنصر، هذا العنصر خليه على يمين العنصر الثاني، يكون مترابط العناصر من بعضهم البعض، زي كل واحد بيكون يعني البوزيشن تبعه له علاقه في البوزيشن تبع العنصر اللي قبله، فهم نسميها ريليتيف، يعني كل واحد له ريليشن شيب مع اللي قبله. جريد بيكون زي شكل الشبكه، سكرول انه بتطلع فيه بتنزل فيه، فريم زي الديف عندنا بالويب، مبدا الديف يعني. فاذا عندنا اكثر من شكل للاي اوت. اكثر لاي اوت نشتغل عليه حنشتغل على البيسك هذا اللي هو الستاك لاي اوت، لاي اوت حنشتغل عليه. هلا جوا اللاي اوت في عندنا كنترولز، كنترولز اللي هم العناصر اللاي اوت، زي مثلا البوتون، زي الليبل،
زي الايمج، زي الديت بيكر، اختار منها الديت. الايديتر زي الايديتر اللي هو بندخل منه نص، يعني ماب، ليست فيو، ليبل، بيكر، بروجريس بار، سيرش بار، سلايدر، كل هدول عناصر حتكون داخل اللي اوت. هلا هذا العناصر هاي حناخذها بالتفصيل، حناخذ يعني مش حناخذها كلها، حناخذ معظمها المهمه، حنتعلم عليهم واحده واحده. اذا احنا حنركز على سنجل بيج فيو اللي اسمها كونتنت بيج، هي حنستخدمها بشكل اساسي. داخلها حيكون داخل البيج، قلنا داخل البيج حيكون ايش؟ لي اوت. داخل اللي اوت حيكون كنترولز، هيك الترتيب. زين بيج كونتنت كنترول. طيب هلا عندنا ملفين اساسيات لازم هدول نتعامل معهم بكل التطبيقات، هدول لازم مفتاح، المفتاح او المين كود اللي حنحطه للتطبيق اللي هو اسمه مين بيج اكس ام ال او زامل، ومين بيج زامل سي اس اللي فيه الكود هذا تبع السي شارب. فهنا اليو اي حنحطه المسؤول عن اليو اي، هذا الملف المسؤول عن الكود اللي حينفذ اليو اي اللي دخل في اليو اي اللي هو نفس الاسم بس اخر شيء دوت سي اس يعني سي شارب. هذا بنسميه كود بيهايند فايل، هذول موجودات هنا XML داخله حيكون الكود هذا سي اس. هذول الملفات المهمين. إذا فتحنا الـ UI اللي هو الأساسي هذا اللي حكينا عنه أول واحد، هذا إذا فتحناه هذا نلاقي جواته عادة باي ديفولت بعطيك زي إشي زي هيك، زي الشكل هذا. Content Page قلنا الأساس، بعدين Layout هذا الـ Layout، بعدين جوا الـ Layout حيكون الـ Images أو الـ Controls. هلا هنا في عندي أهم إشي حتى نفهم، هو لحاله بعمل لك إياهم هذول، يعني هو لحاله بحط لك إياهم لكن إحنا نفهمهم. لا في هنا كلاس اسمه X Class، هذا مهم إنك حنتعامل معه. هذا الاكس كلاس هو المربط ما بين الكومبوننت اللي هنا الكنترولز وما بين الكود اللي فيه حيكون في المين بيج سي اس، يعني الكود اللي حنحطه هنا حينربط مع اليو اي عن طريق الكلاس هذا اللي هو اكس كلاس. هو بيربط بين اثنين، الاكس كلاس بيربط بين اليو اي وما بين الكود اللي هو السي شارب كود. اوكي، ممكن انا هون بالكونتنت بيج احط مثلا زي مثلا عندي التايتل العنوان الرئيسي، اعرف الباك جراوند كلر للبيج، فممكن احط شغلات للبيج يعني، حتى احط مثلا باك جراوند ايمج اذا حاب احط لها ايمج خلفيه صوره يعني او تايتل الى اخره. ففي الكونتنت بيج هنا الاساسي بقدر احدد زي العنوان زي الموبايل اب، عنوان التطبيق تبعي يعني التايتل تبعه، والباك جراوند كلر، باك جراوند ايمج الى اخره. ملف المين بروجرام مين بيج زامل دوت سي اس حيكون اذا فتحناه حيكون هذا الكود بدايه. حيعرف لك هو عباره عن كلاس من كونتنت بيج كلاس، واهم شيء جواته في فانكشن بيستدعيه اللي هو انيشلايز كومبوننت اللي هو حيعمل لود للكومبوننت تبعت البيج، حتعمل لود لللي اوت كومبوننت، يعني هاي لها وظيفه انها تنزل العناصر على البيج على اليو اي، تعمل لودنج لها، تحملها يعني تحملها على اليو اي. طيب خليني افرجيكم الان يعني لمحه عن الموضوع. انا نازل عندي البرنامج، فباجي على التشغيل هنا، بعمل له هنا كرييت نيو بروجكت، بستخدم الماوي دوت نت ماوي اب هذا، او بدور عليه هنا. اوكي مثلا سمينا هنا، اوكي تعطيه اسم، اي اسم تعطيه، نيكست كرييت. اوكي
اوكي هاي باي ديفولت بيطلع لك هذا البروجكت. اوكي طيب خلينا نشوف احنا باي ديفولت شو بعطيك. هو بعطيك المين، هاي اهم شيء المين بيج هاي، والكود تبع هيئته. طيب خلينا اعمل رن انا. هو في زي تحكي في ديفولت كود وديفولت يو اي، يعني هم عاملين له ديفولت. انا عادي بشيله هذا الكود كله بشيله، لكن خليني افرجيكم هم ايش، يعني هو من ناحيه تعليميه ايش ايش الموجود. اعمل رن هنا، في عندي اكثر من اوبشن. يا بقدر اعمل هنا رن ويندوز ماشين هون، او اختار الايميليتر. انا عندي هون ايميليتر نزله، عندي النكسوس، عندي بيكسل. اذا حاب تنزل ايميليتر عندك بتيجي هون على الديفايسز، الديفايس مانجر هذا وينه، سوري هيت بتحط عليه الماوس بيطلع لك اسمه اوبن اندرويد ديفايس مانجر، اضغط عليه. اوكي طبعا بدك تيجي هنا، بس انا ما فيش معي وقت. تيجي هنا تعمل نيو، تضغط على نيو هيك اوكي، وبتختار الديفايس اللي بدك اياه، اختار بدك اياه. انا عندي مثلا، انت تشوف عندك النيم، عندك البيكسل 5، وعندك اشياء كثير حتى، مش بس البيكسل، ممكن تستخدم الوير ويربل، هذول الساعات تبرمج للساعات، تبرمج للتي فيز، تبرمج للفون، يعني في كثير شغلات. اوكي اذا من هون تقدر تختار نيو ديفايس، تدور عليه وتختار. عندي هون بيكسل 5، في عندي اظن اشياء ثانيه غير بيكسل 5. هي شايف عندي هون نيكسوس، في عندي جالاكسي، في عندي اجهزه كثير، يعني عندي اجهزه كثير ممكن اختار بيناتها. اوكي وبتعمل اوكي كرييت، بنزله. بده هو بياخذ وقت عاده لانه تحميله كبير، بياخذ له يعني زي دقائق حتى ينزله. هلا انا عندي هون عندي جهازين. هلا ضروري اني اشغل، بدي مثلا بدي استعمل الايميليتر هذا، عندي انا تو اوبشنز، عندي انا نزلت اثنين، اعمل هون ستارت اشغله حتى يشتغل، حياخذ وقت شوي. هلا ما يشتغل الايميليتر، هلا ما يشتغل بنزل تحت عندك هياته، هذا بسموه ايميليتر، شكله زي شكل الجهاز. اوكي هلا خلينا نشوف هو شو اللي حاطينه هنا، يعني بس يعني شكل مبسط. اذا رحنا على اليو اي هنلاقي عندك في اليو اي تبع المين بيج، هنلاقي في عندك هنا الكونتنت بيج، الاكس كلاس اسمها كذا كذا، هنا عندي فيرتيكال ستاك لاي اوت، استخدم الستاك لاي اوت فيرتيكال اللي هو تحت بعض اللي بجيبهم، وحاطهم كلهم جوا سكرول فيو عشان تقدر اذا حجم الشاشه اكبر من حجم الكومبوننت تقدر تنزل فيها وتطلع فيها، السكرول يعني تطلع وتنزل في الشاشه اذا كان حجمها كبير. المهم هيك يعني، فحاطين جواتها ايمج، ليبل اسمه هالو، ليبل ثاني مش عارف ايش، بوتون حاطينه والى اخره. هلا خليني اعمل انا رن له، باجي هنا يا بعمل رن على الماشين ويندوز ماشين، خلينا نعمل رن على ويندوز ماشين شوفوها. وهي اسهل وحده هي الويندوز ماشين، اسهل وحده. الكود تبعنا هلا بفرجيكم الكود، بس خليني افرجيكم شو بسوي هو البرنامج. هاي
من هذا بيطلع لك الايميليتر، هذا هو هذا الويندوز ماشين، بقول لك هلو وورد، هاي صوره هلو وورد ويلكم، مش عارف هون في كليك، اذا عملت ضغط عليها بيطلع لي كليك 1 تايم، كليك 2 تايم، كليك 3 تايم، يعني كل ما اضغط عليه بزيد الكاونتر هون بواحد. عاملين شيء بسيط زي هيك، تطبيق بسيط. اذا حاب اشغله انا على الايميليتر باجي هون بختار الايميليتر هذا مثلا شغال، بقول له اوكي، هلا هو حيشتغل، حشغل الايميليتر، حياخذ وقت حتى يشغل الايميليتر، ونفس الشيء حيفرجيك نفس الشيء، لكن حيفرجيك على الايميليتر. طيب قبل ما هو يحمل حاله خليني انا اكمل بالشرح شوي، لانه عاده باخذ يمكن دقيقه، لاول مره اشتغل حياخذ وقت. هلا بالنسبه للكنترولز عندنا، شو عندنا كنترولز؟ عندنا الليبل، الليبل بنحط فيها المخرجات، بنعرض من خلالها المخرجات، زي مثلا النتائج نحطها في ليبل الى اخره، يعني اي شيء بتحب انت تعرضه، ان كانت عنوان، ان كانت نتيجه عمليه حسابيه، اي شيء تستخدم الليبل في ديسبلاي لسترينج او مالتي سترينجز زي هيك. الايمج عارفين الايمج بتعرض من خلالها صوره. البوكس فيو نقدر بيعرض زي مربع، مربع له الوان وله حجم معين بسموه بوكس فيو. ويب فيو بنعرض من خلاله صفحه نت، صفحه ويب يعني نعرضها من خلال الويب فيو على الموبايل تبعنا، اي صفحه ويب ممكن اعرضها من خلال الموبايل تبعي. في عندي السيرش بار اللي بتظهر زي السيرش، بستعملها لعمليه البحث. سلايدر اللي هو، خلينا اكبرها بس خلينا نشوف عشان نشوف الاشكال تبعتها. سلايدر زي هيك بروح يمين شمال، يعني بتختار من خلالها رقم معين بس بشكل زي يمين شمال، بنستخدمها يعني امرار زي ما بدك تحكي مثلا تعمل تقييم، بنستخدم سلايدر في التقييم. ممكن الستيبر نفس فكره السلايدر، لكنه بدل شكله هيك سلايدر بكون شكله زي زائد ناقص، تضغط على الزائد بدك رقم تحط ناقص بنقص. ايمج بوتون عباره عن بوتون لكن شكله كايمج، هيكون شكله ايمج لكن هو بوتون، يعني هو شكله صوره لكنه عباره عن كبسه، يعني بضغط على الصوره هاي بيعمل شيء معين، بنفذ شغله معينه. البيكر اللي هي بتختار من خلالها زي السلكت، بتختار من خلالها عنصر، كيف احنا عندنا السلكت بالويب نفس الشيء، هون بسموها بيكر، بدل كلمه سلكت سموها هنا بيكر، بتختار عنصر من عده عناصر. فهون المسميات تختلف شوي، يعني تختلف عن الويب بس، لكن هي نفس الفكره. يعني الايديتر هي زي الانبوت بوكس، سوري لا الايديتر، الايديتر هي عباره عن، ايوه بالضبط انتري، سوري بالنسبه للانتري صار الشاشه زغرط، خليني اصغرها. ديت بيكر بسمح لك تختار التاريخ، تايم بيكر بسمح لك تختار التايم الوقت، الانتري زي الانبوت بوكس بتدخل النص، بتدخل مدخل، بتدخل رقم، بتدخل شيء، ده الانبوت بوكس بسموه انتري. الاديتر زي الانتري بس كبير، زي المسج، زي عندنا في بالويب كان شو نسميها التكست اريا، بنسميها تكست اريا الكبير اللي بدخل من خلالها نص طويل، هم بسموه اديتر. ليست فيو هو بيعرض لك زي جدول تختار من خلاله عنصر معين، هم بنسميه ليست فيو. كولكشن فيو زي بيظهر لك اياه زي 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 عواميد، العناصر هاي اللي فوق نفس العناصر اللي زي هون، بعد ما تيجيك تحت بعض تيجي زي عمود عمود عمودين، ممكن ثلاث اعمده زي شكل جدول، يعني هاي بسموها كولكشن فيو. كارسل فيو بتعرفوا الكارسل اللي بتحركها من يمين شمال، اللي هي بتكون واحده بس تتحرك باليمين للشمال. خلينا نشوف اللي هناك شو صار عندي.
لازم اشغله شوي. باخذ وقت لا ينزل لا يحمل. خلينا نكمل. طيب اذا يعني باختصار شديد يعني تقريبا نفس العناصر بيختلف اسماء. الليست فيو هي زي جدول زي جريد فيو. اذا كان عمود واحد بسموه ليست فيو، اذا عمودين بسموه كولكشن، اذا يمين شمال بسموه كارسول فيو. الانتري زي الانبوت بوكس، الديت بيكر والتايم بيكر زي الانتري زي الانبوت بوكس النوع ديت او تايم. الالتر زي التكست اريا. السيرش بار في عندنا كان سيرش بار كمان بالانبوت بوكس كان في سيرش بار بس ما استخدمناهوش في موجود. سلادر عشان تختار قيمه رقميه لكن باستخدام زي يمين شمال. سليبر يكون في كبستين زائد ناقص تختار قيمه رقميه. ايمج بوتن عباره عن بوتن بس لكن صورته كايمج. بيكر زي الليست العاديه. اوكي لسه بشغل حاله. اوكي خلينا نكمل ونخلص. اذا هذول هم هذول الكنترولز، يعني اذا بنحكي الكنترولز هذول هم الكنترول زي ما حكينا، او يعني مش كلهم طبعا في اكثر منهم بس هذول الاهم كنترولز موجودات عندنا. هلا ممكن تشوفوا اذا حاب انت تعمل دراج دروب لهم موجودات عندك هنا في الكنترول تول بوكس. هذا فرجيك يعني ممكن هاي تساعدك انك انت تستخدم هاي بدون ما انك تبرمج، يعني تعمل دراج دروب وتعرف. بس خليه يخلص. هنلاحظ انه هنا في عندك بوكس فيو، في شغلات زياده زي مثلا عندك وانا اكتيفيتي انديكيتر ما حكيت لكم عنها، في شغلات كثيره من بوتون كارسل فيو ديت بيكر اديتور انتري ايمج ليبل ليست فيو بيكر بروجريس بار سيرش بار سلايدر ستيبر سويتش، كل موجودات هنا في الكنترول بوكس. اوكي هاي اشتغل عندي، هاي الايميليتر اشتغل نفس اللي شفناه قبل شوي. هلو وورد، اذا انت كليك هنا حيظهر عندك. هلا انا ما بدي افهمك انا كيف تكتب هاي، حناخذها بعد شوي ناخذها، ولكن هي موجوده في عندي ايمج ليبل بوتون والكود. هاي الكود تبع اللي بيعمل هون عندك كاونتر وبضيف بيقرا قيمه البوتون بضيف عليه قيمه الكاونتر الى اخره. حناخذها هاي بالتدريج، يعني انا لا ما بدي ادخل في البرمجه لكن حندخل يعني بس هاي لمحه بسيطه عن احنا على هنا. وحاب اضيف مثلا ليبل باجي مثلا على الموقع هذا باجي هون على التول بوكس عندي تول بوكس هيك، وممكن هون اجي مثلا اضيف ليبل دبل كليك عليه بضيف لي ليبل ضف لي ليبل. هلا العناصر تبعت الليبل انا بضيف عليها بحط التكست اللي بدي اياه مثل ما قلنا هنا ايمن. ممكن هنا اروح للبروبرتي هنا في عندي مجموعه البروبرتي واختار مثلا الوان اقول مثلا على سبيل المثال الباك جراوند كلر اختار لون معين او اشياء ثانيه يعني ممكن اختار. شوف لما اضيف شوف ولحاله بضيف لك اياه. شوف باك جراوند كلر ضف لي اياه اللون. فانا اختار اذا اخترت من اي بروبرتي، هذول عباره عن بروبرتيز للكنترول التكست الفونت سايز الهوريزونتال اوبشن حناخذهم كلهم مش معناتهم بس يعني هذول عباره عن بروبرتيز. انا ممكن اني اكتبهم كتاب ايدي او ممكن اجي على البروبرتي هون اصير انا يساعدني هذا في عمليه اني اعمل اشياء يعني البروبرتي فونت سايز فونت كذا مثلا زي الفونت سايز حابه اكبر باجي هون مثلا بقول له لارج. شوف هون حط لي لارج. اوكي خلينا نشوف مثلا اذا عملنا له هون مره ثانيه رن العنصر هذه ايمن. شوف
نفس الشيء في يونا، في عنده كمان هوت ريلود، وبالتالي اذا غيرت مثلا حطيت هنا ايمن تراني ما في داعي اسكر البرنامج واشغله لانه باخذ وقت. بعمل هنا هوت ريلود هيك واضغط عليه، وباجي على هون بلاقي كلمه ايمن تراني، فممكن انا اشتغل على اليو اي على طول يبين هون باستخدام الهوت، زي مبدا اللي اشتغلنا عليه بالويب، او يعني نفس الفكره انك ما في داعي انك توقف وتشغل. طيب اذا اذا هاي بالنسبه للتول بوكس زي ما حكينا، دراج دروب تسحبها وتحطه عندك في الصفحه، تقدر من خلال بروبرتي ويندو تحط صفات لها بسهوله. يعني هلا اذا بدانا احنا في اول عنصر اللي هو الليبل، الليبل في العناصر الموجوده للليبل، لاحظ انها مكتوبه زي التاجات، ليبل تاج يعني زي فكره ال HTML، بس هو انا قلت لك التكست تبعه يعني هو الكلام اللي حيجي في الليبل. زي ما حكيت من خلال بروبرتي ممكن انا اغير بعض الصفات زي تكست كلر، الفونت اتريبيوت اتيليك، الفونت سايز 22، التكست دوكريشن هاي اللي بتحط فيها اندرلاين اذا حاب تحط اندرلاين عليها، هوريزونتال اوبشن حنحكي عنها في المستقبل، هاي زي الالاينمنت يعني زي اللي تيجي في النص او اليمين او على الشمال. لاحظ هذا كله انتم يعني سهل التعامل معه مش صعب. انتري هي الادخال، زي ما حكينا عن بالويب نستخدم الانبوت، انبوت تكست. هون ممكن انا اعمل هون انتري، عاده الانتري باخذ العرض كامل، عاده الانتري باخذ عرض الشاشه كامل باي ديفولت، فانتري تكست ذا هول ويدث يعني باخذ ال العرض تبع الشاشة كامل. من ناحية برمجية ممكن أنا أبرمجها بالتكست تشينج زي ما كنا نبرمج هناك بالتكست تشينج، وأنا أبرمج التكست بالسي شارب كود وأحط له تكست تشينج وأقول له مثلا ممكن أقرأ القيمة القديمة تبعته أعرضها، أو أقرأ أو أعمل القيمة الحديثة تبعته. أهم شيء هنا حتى أبرمج أي شيء بدي أبرمجه هنا لازم أعطيه اسم زي الاي دي، زي ما كنا نشتغل في الاي دي، هون بسموه اكس نقطتين نيم، اكس نيم لانه اكس كلاس قلت لك هو الاكس كلاس اللي بربط ما بين اليو اي والكود، فبدي اكس كلاس نقطه نيم، فبحط هون اسمه، وهون بالبرمجه بقدر استخدم هذا الاسم تكست دوت تكست يعني هنا ال يظهر لي هنا ال الليبل. خليني اعملكم اياه، اعمل لكم هالشغله معلش. اوكي خليني اوقف البرنامج هون، خليني اشيل الايمج هاي، اشيل كل شيء هون، بس بدي اخلي اللي اوت، بس بدي اشيل العناصر. اوكي بس خليت اللي اوت لان هذا زي ما حكيت اللي اوت عباره عن زي كونتينر للكنترولز، خليته ما بقدرش اشتغل دونه، جواته اللي اوت هون حاحط الكنترول، فانا ححط هون عندي ليبل، احط عندي ليبل، احط عندي انتري. اوكي الليبل خلينا نحكي مثلا هاي، احط كلمه هاي فيها بليس هولدر. هلا خلينا شباب اشبك على الباور، خلينا اشبك على الباور بس شباب ثواني. طيب خليني اعمل هنا تكست
فرجيكم الامور سهله جدا في برمجه الماوي، كثير سهله. باجي هنا بحط لي مثلا تكست سميته مثلا، هون لازم حتى ابرمج هون لازم اعطيه اسم، فبقول له اكس نيم، اكس هو لحاله بعطيك اكس نيم تساوي مثلا، بتعطيه اسم مثلا سميه مثلا ليبل 1 ال بي ال 1. والانتري هذا لازم حتى هون بليس هولدر، يعني اذا حاب تحط جواته بليس هولدر، انا بدي اخليه فاضي، بديش احط فيه شيء، بس هون بدي احط فيه اكس نيم برضه. اكس نيم اسميه مثلا تكست 1. اوكي، بدي ارجع للكود، باجي للكود هنا صفحه الكود، بشيل الاكواد هاي خلاص ما بدي هالاكواد هاي، بشيلها. الفانكشن اللي بيعمل حسابات بشيلها، برجعها زي ما كانت، بس انشلايز كومبوننت. لاحظ هون شو بسوي، شوف هلا هذا بدي اخليه يشتغل على الاون تشينج. اوكي، ف باجي ال تكست تشينج اسمها هاي تكست تشينج هياتها تساوي، هلا هون بقول لي اذا حاب تحط انت نيو ايفنت هاندلر لحاله، بقول لي حاب احط لك كود، يعني حاب اعمل لك كود باي ديفولت، قول له يس، اضغط عليها هاي نيو ايفنت هاندلر، اضغط عليها مرتين، بعطيها اسم، هو بعطيه اسم سماها تكست 1 تشينج. شوف لاحظ هون لما ارجع هون على الكود، لاحظ انشا لي اياها لحاله، واضح؟ فلو شوف لاحظ ايش بيساعدنا هون، بس انا قلت له تكست تشينج، قال لي حاب تعمل ايفنت هاندلر، قلت له يس، قال لي طيب خلص هذا ايفنت هاندلر سميت لك اياه تكست 1 تشينج، رجعت هون لقيته موجود. لاحظ الجميل في الامر، انا ممكن انا اربط الليبل مع التكست على الاون تشينج، اقول له قيمة تبعت التكست حط ليها في الليبل، فبقول له هنا ليبل ليبل سوري ال بي 1 ال بي ال 1 سميناه احنا نقطة تكست تبعها يساوي تكست 1، التكست تبع اللي حدخله اللي هو التكست 1، التكست تبعه القيمة تبعته حيحط اعطيها لقيمة الليبل 1، يعني شو انا حدخل حيظهر لي اياه في الليبل. اوكي، خلينا نشوف شيء بسيط، يعني بعمل بس عشان افرجيكم اياه. طلعت كلمة هاي، هلا مثل هنا هاي الانبوت حطيت مثلا ايمن، شوف طلع فوق ايمن بالليبل. شو بحط تحت؟ شوف على التشينج عماله، شو بحط تحت في الانبوت؟ بعطيني اياه وين؟ في الاوت. ممكن انا اجي هون كمان اغير اللون، اقول انا بدي هاي اللون تبعها باك جراوند، باك جراوند كلر، شوف لحاله بعطيك باك جراوند كلر، بعطيك الالوان هنا، يعني هو بيساعدك كثير. الباك جراوند خلينا مثلا باوند، قلت له هون الفون سايز، اول ما اكتب له الكلمه بعطيني السجستد فون سايز، شوف اعطيك فون سايز يساوي مثلا، قلت له بدي اخليه لارج، عملنا له هوت ريلود، رجعنا على الايميليتر، لاحظ لحاله عدل لي، شوف على التكست تشينج. اذا البرمجه فيها سهله جدا، يعني ما يعني الفريم ورك بيساعدك كثير في البرمجه، عمليه البرمجه. ممكن انك تخليه زي مشفر زي هيك، زي كيف احنا انبوت كنا نعمل باسورد، نفس الشيء هنا. فممكن اعمل كيف التشفير بيجي هون، بتقول له از باسورد خليه ترو، از باسورد ترو. هاي في خواص اخرى للانتري، زي مثل هاي تكست بريدكشن انيبل فولس، يعني هاي اذا عملتها ترو بيصير يعمل لي اقتراحات، لما اكتب انا كلمه زي ما بتكتب انت كلمه بيعطيك اقتراح، فهي اذا عملتها ترو بصير يعطيك الاقتراحات، هاي البريدكشن يعني بصير يتنبأ،
سبيل تشيك برضه، اذا عملت له ترو بصير اذا طلع غلط دخلت واعطيك عليه احمر اذا عملت ترو، فبعطيه كمان خصائص حلوه يعني للادخال، بشيك على السبيل، بيعمل لك بريدكشن اذا حابب. اوكي سو باي ديفولت فولس بكون، يعني ما فيش داعي احطهم لو ما حطيتهم عادي، بس اهم خاصيه هاي از باسورد، اذا قلت له ترو حيخليها مشفر بالشكل هذا. البليس هولدر حطيت له انتر باسورد. اوكي حنخل حنيجي على الف... على الشغلتين بسيطات نوقف عندهم. في عندك الفريم هو عباره عن كنترول زي فكره الديف، الفريم زي فكره الديف بال HTML. الفريم مثلا بحط باك جراوند له، بحط بادنج له موقع معين، بقدر احط له كورنر راديوس اخليه زي كيف احنا برضه بالديف بنخليه شو اسمه الحواف تبعته تكون زي زي هيك دوائر صغيره بسموه كورنر راديوس. بقدر برضه استخدم كورنر راديوس للفريم، احط جواتها ليبل، احط جواتها تكست، انبوت تكست بدي اياه يعني. بحط جوات بدي اياه. فبالفريم شو بخليك تتحكم بشغلات زي مثلا تعطي شادو، تعمل كورنر، تعمل باك جراوند للاليمنت زي الايمج، انبوت، الليبل، كله تخلي لهم باك جراوند، تخلي لهم شادو، تخلي لهم كورنر، تحتاج تحطهم جوا فريم. في عندي غير الفريم زي شبيه الفريم بسموه بوردر، نفس فكره الفريم لكنه بوردر. البوردر شو بيختلف عن الفريم؟ البوردر بتقدر تتحكم بالزوايا تبعته، يعني هناك بقول له مثلا كورنر خلص بعمل لي كله زي بعض الحواف تبعت الفريم، بسوي لك اياه مسويها كله مثلا اذا حطيت مثلا 10 بخليه كله 10 10 10 10 20 20 20 حواف تبعته زي ما كنا ناخذ بالويب 1. لكن هنا في بالبوردر استخدمت البوردر اللي بوردر بقدر اتحكم بالحف باي حف بدي اياه، يعني هو بقول لك كورنر راديوس 0 45 0 0، يعني الاول ما تعملش كورنر، الثاني يعمل عليه 45، الثالث ما تعملش عليها الرابع، فبقدر اتحكم على اي زاويه في البوردر. يعني فهي شغله بتعطيني ناحيه جماليه اقوى. شغله ثانيه بقدر اتحكم بالستروك، بسموه الستروك اللي هو زي الاطار حوالين البوردر هذا، سموه ستروك زي ما انتم شايفين. فممكن احط انا لون له، فانا سميته بينك، الباك جراوند تبعه بلاك، واحط جواته ليبل، احط جواته ليبل زي ما انتم شايفين. وانا حطيت جوا البوردر حطيت ليبل، فالليبل اللي حيكون في النص حيحط جواته البوردر، هو زي الديف يعني زي فكره الديف، لكنه بيختلف عن الديف انه بتقدر تحط له ستروك لون اطار، بتقدر تحط له كمان شو اسمه اللهم صل على محمد، تتحكم بالراوند كورنر، راوند ريكتانجل كورنر، تحدد له اياه بالضبط انه واحد بدك تعمل عليه راديوس. فهذا يعني ادق من هذاك. على كل حال احنا لحد هنا حنوقف ان شاء الله، حنكمل. الشابتر موبايل شابتر ممتع بصراحه، حتلاحظوا انه ممتع ومختلف عن الويب، خاصة مع الماوي. الماوي كتير كتير يعني في عنده فعالية كبيرة وسهل التعامل معه، خاصة للجماعة الجايين من جهة الدوت نت. أي واحد شغال دوت نت حيلاقي إنه سهل عليه يتعلم عليه. طيب أنا هلا بدي منكم يعني من هنا للمرات القادمة تنزل الماوي عندك، تشيك تعمل له ران، تنزل الإيميليتر عن طريق الديفايس مانيجر وتشغله وتشوف شغال ولا لا، وبس ما بد منك أكثر من هيك، بس إنك تنزله عندك تتأكد إنه في إيميليتر شغال وأمورك تمام.